الاعدام. يمكن حتى القانونيه الشخصيه تدعو عقوبه الاعدام، ولكن راه النص لان سرق اسرار والترصد في ذاك الحاله، لان راه خصني نقول لك انا راه حضرت عند قاضي تحقيق وسمعت راه الفعل همجي حيواني. الانسان حاشا، واش الانسان اذا ذاك الجريمه مواطن مسالم يتم قتله بنفس بارده، ويتم حميد الدين راشد رجلو داروا على راسو على عنقو، راه بكينا لما سمعنا ذاك الشهاده. ويجي يقول لك لا اليوم شوف حميد الدين حاول التغرغل داخل الدوله والمؤسسات والبرلمان باش يحمي نفسه، ولكن الحمد لله هذه راه دوله وفيها مؤسسات قويه ماشي عاد اليوم. وبالتالي حنا مع قرار القاضي التحقيق لانه حمل حق في حياه ومع مراهضه الافلاس مع عقاب.